تعالوا بقى نعمل فطيره الكوسه. عباره عن ايه؟ بصل وكوسه، جبنه بارميجانا او جبنه رومي، بيض، بقسماط، ملح وفلفل. عندنا كمان نوع جبنه، ممكن امنتال، ممكن جوده. هحط الكوسه كده اهو، تحفه الكوسه والبصل لما بيدخلوا الفرن مع زيت زيتون وملح وفلفل. وبما ان هنا في زعتر هحط الزعتر، بتبقى حلوه قوي. اهو ملح، فلفل اسود، زيت. دول هستناهم لما يتشوا، بياخدوا تقريبا تلت ساعه. طبعا انا عامله نسخه شوي عشان ما اخدش وقت. ممكن احط توم كمان للناس اللي بتحب التوم زي كده. هجيب بقى بوله اعمل فيها الخليط، اللي هو عباره عن بيض، هنكسر البيض وحضر ممكن صينية بيتزا لو انا هدخلها الفرن، ولو انا هحطها على الطاسة هحضر صينية زي دي. شوف كل واحد هيعملها ازاي. انا بفكر اعملها على البوتاجاز. انتوا لو هتعملوها في الفرن حطوها في صينية بيتزا ودخلوها الفرن ورايح دماغكم. ماشي، ده ايه اهو، خلاص كده. هنحط بقى الملح حبة صغيرين، هنحط جبنة بارميجان خفيفة، قصدي الملح خفيف عشان الجبنة البارميجان. نقلب بس كده، وبحب احط عليهم جبنه موتزاريلا من المبشوره، غير دي هحطها فوق الوش. مع جبنه الموتزاريلا الحلوه دي، بصوا كده. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال. البقسماط هنا بقى بديل للدقيق، ماشي؟ يعني هنا بقسماط بديل للدقيق لحد بس لما تبقى عجينه، تمام؟ نفضل نحطها كده. كوسه بقى والبصل في الفرن بقى هنسيبها براحتها، ونحط ورقه زبده تحتيها. يعني في الفرن لو هتعملوها في الفرن حطوا ايه؟ ورقه زبده. بصوا اهي، كده احنا ايه، دخلنا الخضار وفي نفس الوقت ايه، مفيش اي حاجه باينه. يعني انا هعمل نفس الخليط ده تاني بالبيض بالبقسماط، بس ايه، ممكن ايه نسيبها بقى تستوي كده براحتها. دي هتبقى فطيره. طيب احنا عايزينها بيتزا مثلا، هخليها زي ما هي كده واحط الجبنه بس واسيبها تستوي. يعني والله انا هشوف انا هعمل ايه. هحط هنا بقى